Depuis sa création, l'USF travaille continuellement dans un esprit de partenariat au niveau national et international, dans la perspective d'assurer une qualité optimale de sa mission. Permettez-moi de laisser la parole à la sœur recteur de l'université, sœur Hilda Schlela. حضرة الدكتور مصطفى علوش المحترم ممثل دولة رئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد الحريري، يسرني بداية أن أرحب بكم ضيفا عزيزا في جامعتنا، واسمحوا لي أن أتقدم منكم باسم جامعة العائلة المقدسة البترون وباسمي بالشكر والامتنان لحضوركم بيننا اليوم، فأهلا وسهلا بكم في هذا الصرح. كذلك أتقدم بالشكر الكبير من دولة رئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد الحريري لرعايته يوم الشراكة، وله نقول أن ثقتنا في النهج التوافقي المحترف الذي يتبعه كبيرة، فالكل على ثقة بأنه الشخص المناسب في المكان المناسب وفي الزمان والتوقيت المناسبين. حفظه الله وفخامة رئيس الجمهورية ركنين أساسيين في مهمة حماية الوطن ونهوضه. أصحاب المعالي والسعادة، أصحاب المقامات الروحية والزمنية والأمنية والنقابية والسياسية والحزبية والإعلامية، السادة أعضاء مجلس الأمناء ومجلس الجامعة، أيها الحفل الكريم، أرحب بكم فرداً فرداً، شاكرة لكم حضوركم المميز والمحبب على قلوبنا. إنه لفرح عظيم أن نراكم هنا أحباء وأصدقاء تحت أنظار المكرم البطريرك الياس لحويك، فلكم كل المعزة والتقدير. أيها الشركاء الأحباء، يا أصدقاء الجامعة، ها هي الشراكة تجمعنا اليوم ضمن استراتيجية واضحة حرصت الجامعة على الالتزام بموجباتها وبمفاعيلها على مر السنين، إذ سمحت للجامعة أن يكون لها دور بارز وحيوي في تزويد المؤسسات بالطاقات البشرية الشابة والمساهمة في تعزيز خدماتها. شركاءنا الأحباء، معاً توصلنا إلى بناء ثقافة المشاركة وتشجيع تبادل المعرفة والخبرات، معاً تعاوننا لتطوير القدرات البشرية وتعزيز برامج التنشئة المستدامة وقيام دورات بناء الكفاءات ونقل التكنولوجيا الحديثة والمتجددة وإرساء مفاهيم إدارة الجودة داخل الجامعة وداخل المؤسسات. معاً تمكنا من مواجهة التحديات وتعاوننا لإيجاد الحلول المبنية على الدراسات الأكاديمية والبحثية وعلى الممارسات المكتسبة. معاً تنبهنا إلى ضرورة تأهيل الطلاب بطريقة تتلائم مع تطور حاجات المؤسسات ومتطلبات العصر، فعملنا يومياً على توطيد العلاقة بين الوسط الأكاديمي والمؤسسات المحلية والعالمية من خلال تعزيز البعثات الدراسية، تبادل الطلاب، التعاون البحثي والتعليمي، وتقديم فرص عمل للطلاب والخريجين. معاً سهرنا على توفير بيئة مناسبة تواكب تطلعات شبابنا في الإبداع والابتكار لما فيه من حصانة لاقتصادنا الوطني ولدوام تلك الشراكة حتى يكون الشباب المستفيدين الأوائل. أيها الشركاء الأحباء، لقد ساهمتم في تقديم دعم فعال لأنشطة البحث وتطوير الجامعة، إذ قام كل طرف بإداء دوره لتضاهي جامعتنا الفتية في العملية التربوية وتأهيل الطلاب أعرق الجامعات في لبنان والعالم بشهادة القيمين على مراكز التدريب
والأخصائيين الوافدين من مختلف الأوساط الأكاديمية، فلكم منا إدارة وطلابا كل الشكر لدعمكم وثقتكم بنا. كما نجتمع اليوم أيضا حول الشراكة الروحية لنتشارك البركات والنعم السماوية التي أغدق الله بها علينا بإعلان مؤسس جمعية راهبات العائلة المقدسة المارونيات البطريرك إلياس لحويك مكرماً على مذابح الكنيسة. إنها لمناسبة روحية مجيدة نتعرف من خلالها على الوجه الروحي للبطريرك لحويك، ومن أفضل من المرنمة رانيا يونس لتكشف لنا هذا الوجه وترفع قلوبنا إلى قلب الله نبع كل بركة وعناية ورضا. عشتم، عاشت ثقافة الشراكة، عاشت جامعتنا، وعاش لبنان. اسمحوا لي أن أتقدم بالشكر إلى تي في تشاريتي، إلى تيلي لوميير، إلى تيلي ليبان، وجميع وسائل الإعلامية والصحفية، وأن أشكر اللجنة المنظمة لهذا النهار، وأخص بالذكر أخواتي الراهبات في الجامعة سور ماري مارغريت كيوان، سور جيرمين عبود، سور إيمانويل الحج، وكل الذين ساهموا في إنجاح هذا النهار. أهلا وسهلا بكم. Je donne à présent la parole à monsieur Jean-Louis Hachiti pour introduire la session du récital. Monsieur Jean-Louis, à vous la parole. صباح الخير. ما في شيء بالدنيا بيوازي فرح الكنيسة بتذكار القديسين تبعها. نحن منعبر عنه بمزمور القراءات بالليتورجيا، منقول التيجان الرفيعة كل مجد الأرضيين دون أفراح البيعة في تذكار القديسين. القديسين هن بشر مثلنا مثلهم، قبلوا الإنجيل وعيشوه وصارت حياتهم إنجيل. أحد الآباء بيشبه الكتاب المقدس بالليمونة، بيقول إذا بدك تاكلها بقشرتها بتكون كتير مرة، بس تتغوص بعمقها بدك تقشرها تتستلذ فيها. ويلي بينطبق على الكتاب بينطبق كمان على أهل الكتاب. كل رجل من رجال الله بدك تشيل القشرة من حياته البشرية تتفهم جوهر روحانيته. رجل الله بيطوبه المزمور الأول وبيقول عنه أنه رجل الله هو رجل الله، رجل التلاتة لا، ما بيقعد غلط، ما بيوقف غلط، ما بيمشي غلط. والرب يسوع علمنا ننتصر على التجارب بالتلاتة لا، دحر فيهم إبليس بجبل التجربة. البطرك حويك هو رجل اللأ لكل شيء بيتعرض لكرامة أولاد الله وللوطن. كان معروف عن يسوع أنه كل ما يفوت على مدينة ما كان يفتش فيها لا على أوتيل ولا على قهوة، كان يفتش على الجبل من شان التعليم ومن شان الصلاة ومن شان الخلوة. وتوج علاقته بالجبل بالتجلي مع موسى وإيليا. موسى هو يلي جاب الشريعة من الله، ومارلياس يلي هو إيليا هو يلي رجع أحيا الشريعة ورجع حافظ عليها. من هيك سمح لهم الله بالتجلي معه على الجبل. مارلياس لحويك مثل معلمه، فتش على الجبل، فتش على السمو بتعاليمه وكتاباته، حافظ على وصايا الرب ووصية أمه العذراء يلي علمتنا نسمع ليسوع دايماً. ما كان يقبل يحكي إلا عن النعمة الإلهية، فكان التجلي بحياته على جبل حريصة بإنشاء مزار سيدة لبنان. وإذا بدي أحكي عن رسوليته بستشهد بإنجيل لوقا 9، منشوف إرسالية يسوع المكونة من 12 تلميذ بلوقا 9، أرسلهم بس للشعب اليهودي،
وبينفرد لوقا بالفصل 10 بيقول إنه الرب يسوع أرسل 70 من تلاميذه لكل الأمم وأرسلهم 2 2. في حدا علق على الموضوع قال لو أرسلهم 1 1 كان أوفر للرسالة، هيك إذا راحوا 1 1 بيروحوا على 70 مدينة أحسن ما يروحوا على 35 مدينة. الفكرة برقم 2 مش توفير، الفكرة برقم 2، رقم 2 بيرمز للمحبة، لأنه كل تلميذ كان رح يشارك صديقه بالخدمة وخيه بالخدمة، وكل رسول إذا نجحت الرسالة ما رح ينسبها لأنانيته أو لحاله، رح ينسبها للرسول اللي معه. فرقم 70 هو رقم الشمولية، ورقم 2 هو رقم المحبة. البطرك الحويك بترتيبه التسلسلي بين البطاركة هو البطرك 72، 70 رقم الشمولية و2 رقم المحبة، فمن شان هيك فينا نسميه الرسول الشامل المحب، يلي فينا نقول عنه وبدون مبالغة رجل بحجم الوطن. مارلياس الحويك كان بكتاباته منشوف المزامير مطبوعة. من أجمل المزامير مزمور الراعي الصالح، ومن أجمل ما كتب البطرك الحويك هو مسيرة حياته يلي شبيهة بمعلمه الراعي الصالح. وقت تأمل بخطة الله بالخلق شاف أنه الله ما خلق آدم ولا خلق حواء، الله خلق عائلة آدم وحواء. منشان هيك ترجم مفهومه للخلق بتأسيس عائلة مقدسة من راهبات مكرسات. وقد ما نحكي عن بي رهبانتنا الكلام بدوب مثل السكر ببحر العطايا والنعم. تننهي، ما حدا بحق له يحكي عن الحب إلا يلي بحب من قلبه. ومين حب يسوع أكتر من المرة يلي سكبت الطيب على قدميه؟ هالقصة وردت بالأربع أناجيل، وردت بمتى 26، بمرقس 14، بيوحنا 12، وبلوقا 7. لوقا 7 بينفرد بالمرة الخاطية يلي ما رح نحكي عنها هلأ، بس يوحنا 12 بيحكي عن مريم أخته لأليعازر يلي عم تتشكر الرب يسوع على إقامة خيا من الموت، إجت تشكرته وكبت الطيب على إجريه. ومريم المعروف عنها أنه هي اختارت النصيب الأفضل، أنه دايماً تقعد على إجرين الرب. اليوم عنا جوقة تعلمت بمدرسة مريم وحبت أنه تحط حالة دايماً عند قدمي الرب، جوقة الثالوث، طالما عم نحكي عن رقم 3، جوقة الثالوث الأقدس مع دكتور رانيا يونس ومع فادي أبي هاشم. هالأشخاص كرسوا حياتهم وأعطوا كل ما عندهم لتكريم الرب. بعد بدي استشهد بس بشغلي، مرقس بسموه شخص بحب كتير التفصيل بالإنجيل. مرقس الوحيد اللي انفرد قال إنه هالمرة يلي غسلت إجرين الرب ما فتحت القنينة، كسرت القنينة. الفكرة إنه هالقنينة اللي انكسرت ما بقى فيها تستعملها لشي، فكسرت كل شي عندها كرمال الرب. والنص بيرجع بيقول امتلأ البيت من رائحة الطيب. فرانيا والكورال نحن ناطرينكم بشغف تتملونا من قداسة عطركم وصوتكم. مرسي.
شكرا.